إذن تحية طيبة للمتابعين قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر وفي إطار متابعة قضية حمزة مومبيبي والمتابعة فيها دنيا باطمة وكذلك الشقيقة ديالها ابتسام باطمة بالإضافة إلى عيشة عياش وصوفيا صاحبة الشركة هنا بمدينة الرباط. إذا قبل قليل قضت هيئة الحكم هنا بالمحكمة الابتدائية بثمانية أشهر يعني حبسا نافذا في حق دنيا باطمة بالإضافة إلى سنة واحدة في حق ابتسام باطمة. أما عيشة عياش فقضت هيئة الحكم بسنة ونصف سجنا نافذا وكذلك 10 أشهر سجنا نافذا في حق صوفيا صاحبة شركة هنا بمدينة الرباط، كلها عقوبات نافذة في حق المتابعين في قضية حمزة مومبيبي. بخصوص يعني بخصوص المتابعات اللي كان يعني الهيئه القاضي التحقيق بعد ما قرر انه انتج ادله كافيه بخصوص المتابعات ديال المتابعين بما فيهم دنيا باطمة اللي كانت متابعه في حاله صراح مع وضعها تحت التدابير الحراسه تدابير المراقبه القضائيه المتمثله في اغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها ووضع كفاله ماليه تصل الى 50 مليون سنتيم. يعني تم متابعه دنيا باطمة طبقا للفصول المتابعة وملتمسة وكيل الملك بجنح المشاركة في الدخول إلى النظام معالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطرابات فيه وفي معالجة وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال الأشخاص وصورهم دون موافقتهم وكذبة وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وهي نفس الجنح اللي متابعة بها ابتسام باطمة اللي في حالة اعتقال بسجن لودايا. أما بخصوص المصممة الأزياء عيشة عياش التي تم إيقافها بدولة الإمارات العربية المتحدة بعدما كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي قبل تسليمها للسلطات الأمنية المغربية في حالة اعتقال من أجل المشاركة في الدخول إلى النظام معالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث الاضطرابات فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال الأشخاص وصورهم دون موافقتهم وكذبة وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك النصب ثم محاولة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة الارتشاء والوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة المشاركة في إفشاء السر المهني إهانة هيئة منظمة والتهديد في حين تمت متابعة صوفيا مالكة ومسيرة شركة بالرباط هي الأخرى في حالة اعتقال بجنحة النصب وانتحال صفة نظمها القانون وشروط اكتسابها تدخل بغير صفة في وظيفة عامة المشاركة في التقاط وبث صور أشخاص دون موافقتهم بقصد المساس بحياتهم الخاصة والتشهير بهم. إذا على العموم كما سبق وذكرت متتبعي قناة شوف تي في من خلال المباشر أنه تم الحكم على أو هيئة الحكم قضت بثمانية أشهر سجنا نافذا فيما في حق دنيا باطمة فيما ابتسام باطمة قضت هيئة الحكم بسنة سجنا نافذا كذلك عيشة عياش بسنة ونصف سجنا نافذا صوفيا صاحبة أو مالكة شركة بمدينة الرباط بعشرة أشهر سجنا نافذا في آخر تطورات ومستجدات القضية فقررت هيئة الدفاع للمتابعين بأنه استئناف الأحكام لأن حسب الأقوال يعني تصريحات المحامين هنا قبل قليل يعني في تصريح المحامي أو هيئة الدفاع صوفيا صاحبة شركة بالرباط اللي أكد بأنه الحكم غير منصف وسيتم من خلال هيئة الدفاع ديال المتابعين بما فيهم دنيا باطمة وابتسام باطمة وكذلك عيشة عياش بالإضافة إلى صوفيا صاحبة الشركة هنا بمدينة الرباط لهذه تم يعني استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية هنا بمدينة مراكش. على العموم يعني تابعنا منذ يومين قبل أنه منذ أمس إلى حدود اليوم يعني الحضور ديال دنيا باطمة هنا بالمحكمة الابتدائية
من اجل المتابعه ديالها في قضيه حمزه مبيبي، وكذلك يعني الشكايات اللي تقدمت في حقها من طرف الضحايا ديال حساب حمزه مبيبي وعلى راسهم سي عماد المراقبه بسلطانه. تنشو يعني دنيا بطمه اللي اكدت الحضور ديالها من خلال هنا بمدينه مراكش، اللي حضرت رفقه الزوج ديالها وحراس امن خاصين بمؤازرة النقيب بوعشرين وكذلك محامين آخرين، بالإضافة إلى حضور الهيئة الدفاع ديال عيش عياش المتمثل في النقيب الأستاذ مولاي سليمان العمراني هنا بهيئة المحامين بمدينة مراكش، بالإضافة إلى الأستاذ محمد العجيد اللي تيمثل المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو محامي بهيئة مدينة مراكش، وكذلك باقي المحامين اللي تيمثلوا على راسهم كذلك المحامي الاستاذ محمد الصباري لهيئه الدفاع اللي تيمثل هو اللي يعني المحامي سهام بدا الملقبه بسلطانه. يعني اليوم الثلاثاء كانت دفعات شكليه امام هيئه الحكم هنا بمدينه مراكش اللي تم المناقشه ديالها قبل ما يتم الرفع الجلسه المساء اللي كان من خلالها المرافعات ديال الدفاع ديال الضحايا على راسهم سهام بدة وكذلك سهام بدة الملقبه بالسلطان وكذلك الاستاذ محمد العجيز اللي كذلك تقدم بملتمس تاجيل الجلسه الى حين احضار محمد المديمي اللي في حاله اعتقال بسجل الودايه لاخذ الافاده ديالو، وهو الطلب اللي يعني وجهته هيئه الحكم بالرفض والتم يعني وتشبتات بالاستمرار المرافعات واستمرار مناقشه الملف لان الملف جاهز للنطق بالحكم والتداول. على العموم يعني هيئة الحكم يوم الثلاثاء بعد إتمام جميع المرافعات ديال هيئة الدفاع ديال الضحايا تم رفع الجلسة إلى يوم غد، يعني اليوم يعني بخصوص يوم الأربعاء اللي أكدت من خلاله كذلك دنيا باطمة الحضور ديالها هنا مع الزوج ديالها، هو المسألة اللي وثقناها من خلال فيديوهات ولايفات. على العموم حضرات هنا امام هيئه الحكم كانت دفعات شكليه منذ الصباح يعني لهيئه الدفاع ديال دنيا باطمه المتمثله في النقيب بوعشرين، بالاضافه الى كذلك النقيب مولاي سليمان العمراني اللي يعني اللي يؤازر الموكله ديالو عيشه عياش، وبالاضافه الى العديد من يعني الاسئله عفوا عديد من المحامين اللي يعني جاوا مؤازرين للمتابعين في هذه القضيه. يعني وبعد الدفعات الشكليه كانت المرافعات يعني كل المحامي على حده اللي استمعت من خلال هيئه الحكم للدفعات والمرافعات ديال المحامين ديال المتابعين في هذه القضيه، والان يعني كان النطق بالحكم في حق المتابعين وعلى راسهم دنيا باطمه اللي قضت من خلال هيئه الحكم هنا بالمحكمه الابتدائيه بمدينه مراكش بالسجن النافذ في حق كل المتابعين وعلى راسهم دنيا باطمه اللي قضت هيئه الحكم هنا بالمحكمه الابتدائيه بثمانيه اشهر حبسا نافذا في حق دنيا باطمه، بالاضافه الى سنه واحده حبسا نافذا في حق ابتسام باطمه، بالاضافه الى سنه ونصف في حق عيشة عياش نافذه، بالاضافه الى تستنف الاحكام وهي هو حق مشروع بخصوص الموكلين ديالها، لانه يعني القانون يسمح باستئناف يعني الحكم الابتدائي. هذا ما يخص مستجدات وتطورات قضيه حمزه مبيبي والمتابعه فيها دنيا باطمه وعيشه عياش وابتسام باطمه وكذلك صوفيا صاحبه مالكه شركه بمدينه الرباط. اذا على العموم اليوم اسدل الستار الاول من فيها دنيا باطمه وكذلك لمتابعه فيها الابتسام باطمه ودنيا باطمه وعائشه عياش وصوفيا صاحبه شركه بمدينه الرباط. على العموم يعني نعاود ناكدوا من خلال هذا المباشر ان دنيا باطمه قضت هيئه الحكم بثمانيه اشهر حبسا نافذا في حقها في قضيه حمزه مبيبي، واللي يعني تقدموا الضحايا بشكايه هنا للوكيل الملكي بالمحكمه الابتدائيه، كذلك ابتسام باطمه بسنه
واحدة حبسا نافذا، كذلك عائشة عياش بسنة ونصف حبسا نافذا، وكذلك صوفيا 10 أشهر حبسا نافذا. إذا هذه الأحكام اللي صدرت هنا من المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش. شكرا للمتابعين قناة التلفزيون من خلال المباشر، تحياتي لكم، شكرا على المتابعة.